انما الاستاذ محمد بس يا عم تعالوا ندردش مع بعض شويه في الرياضه. كابتن ملحم شلبي اهو، انا بعشقه. انت بتحبه؟ اه طبعا، ده عريس فوق الممتاز، ده في منه كتير. اهلا وسهلا. احنا جمهور اسكندريه، جالنا فريق الزمالك وجماهيره. يا مليون اهلا وسهلا. بقول لك يا ابو احمد اخويا، ما تلفين المحمول بتاعك، اعمل مداخله لاحسن رصيد خلص. اه طبعا طبعا، اتفضل اتفضل. اصيل يا ابو حميد، على فكره يا جماعه انا موافق على الجوازه دي. اتكلم براحتك. على فكره يا استاذ سمير، ده خط مش كارت. اللهم صل على النبي. عرفت تنقص. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. بس 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 الو، انا الاستاذ سمير ابو النيل، صديق البرنامج، كنت عايز اعمل مداخله يعني. ناخد الاتصالات معانا. وطي صوتي يا عم، انت ما فيش احساس خالص، مش بتكلم. ده برنامج سمير ابو النيل من المانيال. مساء الانوار يا ابو سامر. الو الو، ازيك يا استاذ مدحت؟ ازيك يا سلملب؟ يا سلمك يا جميل. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا ابو سامر. نسيت اعرفكم على ماما. انا بحبك قوي يا كابتن مدحت، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرك على الفساد. انت مخرج البرنامج الاستاذ محمد ناصر الدين. يا رب يخليك يا حبيبي. اشكرك اشكرك يا حبيبي. طب احياء ابوك يا شيخ، قبل ما اقفل سمعني واحده. الله الله من بتوعك. ماشي يا سيدي. الله 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 عليك، يكون في عون اللي حواليك يا ابو سمر. الله يخرب بيتك يا سمير. يا سلام، اعلامي محترم. الزمن ما عادش فيه خلاص غير التغيب الاعلامي والمخطط الماسوني. افندم لازم على ابوك وامك يا اخي. ايه البخل ده؟ مد ايدك. ايه ده؟ دي كرفه سجق دي ولا طمضانه؟ مد ايديكم. لو طردت سمير، بابا وماما هيحبوك قوي. هنشوف اخرتها معاك يا سمير. البنت ريم دي وهي صغيره كان بيطلع لها شعر في خدها في الحته ده، ايه زي اللي عند ابو الليف ده، بيبقى هرمون. خلي بالك ايه يا جدعان، انتوا ساكتين ليه يا جدعان؟ ما حدش بيتكلم. هو انت اديت فرصه ان احنا نتكلم من ساعه ما دخلنا وانت ايه ده؟ انا حتى ما لحقتش اعرفهم على ماما. ماما؟ ايوه ماما. دكتور انا جوان البط، استاذه امراض صدريه. والنبي ايه؟ طب بص يا ابله بط، سبحان مجمعنا من غير معاد. انا صدري ايه مشخلي بقاله اسبوع ومحمل بلغم. لو قام كان تلقي نظره. تلقي نظره ايه وهباب ايه؟ بقول لك ماما دكتور امراض صدريه، بص يا اختي اتفضل بقى على الطلبه. يا رايح حموقه. حموقه انت هتعملي فيها يا صاحبي؟ ده انا لسه شايفك النهارده يا اخي، حرام عليك يا اخي، خنقتني. اول ما شفتك خدت مني فلوس التاكسي، وبعد كده هو خدت مني الموبايل، وبعد كده اهو ده كيكه. انت ما دوستهاش. اتفضل يا بابا. Barra!